يعطيكم العافية، معاكم عبد الله مكان جاد جنكي جراج. اليوم راح أتكلم عن منتج جديد، شيء اسمه اللي هو الروك لايت. حق اللي ما يعرف شنو الروك لايت، هاي الليتات اللي يكونون فوق التواير، يركبون فوق التواير عشان إذا طلعت غرازة أو بالدول الثانية اللي فيها روك كرولينج، اللي هو اللي يصعدون فوق الصخر مع صخر، بالظلمة يبين وين قاعد يمشي بالضبط عشان يطلع نفسه. فهذا فكرة الروك لايت، وبشكل عام هو يعطي جمالية حق السيارة. هذا منتج خذيته من أمازون، راح أحط لينك إن شاء الله تحت بالديسكريبشن. خذيته تقريبا ب 48 إلى 50 دولار، واصل الكويت تقريبا 52 دولار شيء كذي. الروك لايت هذه فيها ميزة اللي تتحكم فيها عن طريق بلوتوث، تغير ألوانها، وفي لها أكثر من وضعية. قاعد أشوف كم ريفيو عنها أونلاين، طبعا شفتهم قبل أشتري، ووايد ما تحل إياها، فقلت أجربها، وبالأخير رخيصة وراح تركب على الشروكي. في ماركات ثانية أكيد أحسن منها، بس هي يسمونها بادجت وايز، يعني على حسب اللي عندك، ما تحتاج شيء اغلى من كذي ويؤدي الغرض. راح نفتح الانبوكسنج على السريع ونشوف شنو فيها. ان شاء الله الحلقه الجايه راح نكون راكبين على الشروكي، وهم راح نسوي فيديو شلون راح نركب على الشروكي ان شاء الله. البوكس هيك كذي، حاطين لك معلومات سريعة، نوع ال LED اللي هو الكري، الفولتج كم من الانجل اوف بيك، وكم حبة راح يكون، والامور العامة مالت الغرض مالتها. هذا المانيوال شلون تتحكم بالليتات، قوتها واضاءتها والنمط، في اكثر من نمط لها. ان شاء الله بعد ما نركبهم راح نشوف. هذول الاربعة، الليت مع البراكتس ماله اللي يركب، صغير مع الباكت ماله يركب فوق التاير هذا، وما شاء الله ويراته الكواليتي ماله حلو، كل شيء على قولتهم سيلد حق الماي وغيره، والطين ما يأثر فيه. هذه القطعة اللي راح تركب ان شاء الله على الضفيرة، راح اركبها الكبوت، راح يكون لها سويتش تشغلها وتطفيها، ومن تشغلها ان شاء الله يا تقدر تتحكم فيها بالريموت هذا، تغير فيها الالوان والاضاءة وقوتها، او تشبكها على بلوتوث التليفون تتحكم فيها عن طريق التليفون ان شاء الله. انا شنو راح اسوي، راح اركب هذا طبعا على الروكر سويتشز اللي مالت الروك كانتري، راح يكون واحدة من السويتشات حقهم، وهذا راح تكون تراكبه يم ضفيرة الروك كانتري، وهذولي ان شاء الله واصلين دايركت بعد ما تركبهم. فيهم وايرات راحية توصل للكبوت، لكبوت السيارة و داخلية او من تحت السيارة، وبعدين نركبهم ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي واحنا نركبهم. يعطيكم العافية.